صدقني ما طالعين لا اريد محافظة ولا اريد نخلي محافظ، لكن محافظ اسعد العيداني هو اسعد الايراني، وجاي تديره وجاي تحركه ميليشيات اللي هم من عندهم، وتريدنا عدد لك اياهم؟ ما ندور ولا اريد انه نخلي من عنده محافظ. طالعين ضد الظلم، طالعين ضد الفساد. شنو اللي متوفر بالبصرة؟ شوارع مثل العالم، مدارس مثل العالم، مستشفيات مثل العالم. شنو اللي متوفر على مود نطلع على محافظ؟ طالعين عليه لان دعاوجه يطلعن على المتظاهرين والناشطين كيدين بتهم اربع ارهاب. ليش والله؟ داعب حقك وبحقي خذ الدعوه اربع ارهاب. فلا تتصور انه نطلع نريد محافظ، وحتى لو نريد محافظ، نريد محافظ يحكم البصره مدني وليس حزبي. تسقط الاحزاب ومن يقف مع الاحزاب. نريد محافظه مدنيه يحكمونها، ما يحكمونها احزاب وميليشيات. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. مثل ما شفنا بالفيديو قبل قليل بأنه قناة الرافدين سوف تبث على نظام HD واعتبارا من تاريخ 1/2/2022 إن شاء الله، وعلى نفس التردد اللي هو 1.0727. ماذا بعد استقالة محافظي ذي قار والنجف؟ ولماذا قدموا استقالتهما في هذا الوقت بالذات؟ أليس ضغط الشارع العراقي في ذي قار والنجف هو من دفع المحافظة لؤي الياسري في النجف ومحافظة ذي قار أحمد غني الخفاجي لتقديم استقالتهما؟ أليس من المفترض في القضاء بالعراق محاسبتهما إذا كانت عليهم ملفات فساد؟ أم أن الأمر لا يعدو سوى مناورة سياسية من بعض الأطراف السياسية؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان ماذا بعد استقالة محافظي ذي قار والنجف، حيث قدم محافظ النجف لؤي الياسري استقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بعد يوم من استقالة محافظ ذي قار. وكانت مصادر صحفية قد كشفت في وقت مبكر عن تقديم الياسري طلبا لإعفائه من منصبه بعد تحرك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإقالته ومسؤولين آخرين في المحافظة. هذا وتتوالى حمى الاستقالة بالتزامن مع ترجيح مصادر صحفية إمكانية تقديم محافظ القادسية زهير الشعلان لاستقالته نتيجة تعرضه لضغوطات من كتل سياسية، فيما أكدت مصادر مقربة من الشعلان وجود اتفاقات عقدت بين الجهات الضاغطة من جهة والمحافظ من جهة أخرى خلصت لتفاهمات ستبقي الحال على ما هو عليه. هذا وكان محافظ ذي قار المستقيل أحمد الخفاجي قد لوح بأنه سيكشف عن ملفات فساد تخص مسؤولين حكوميين متنفذين في المحافظة. ويشار إلى أن محافظ ذي قار جنوبي العراق أحمد غني الخفاجي قد قدم استقالته من منصبه بعد يوم واحد فقط على تظاهرات شعبية تخللتها مواجهات مع عناصر الأمن أوقعت إصابات بصفوف المحتجين، فيما أكدت مصادر بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل الاستقالة.
وشهدت المحافظة يوم الأربعاء الماضي إصابة نحو 5 متظاهرين بجروح متفاوتة جراء إطلاق قوات الأمن النار خلال تجمع لهم طالبوا فيه بإسقاط التهم الموجهة إلى ناشطين بالحراك الشعبي تتعلق بإتلاف ممتلكات عامة وقطع طرق خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين. طبعا وفقا لبيان المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار، فإن المحافظ أحمد غني الخفاجي أقدم على تقديم استقالته من المنصب إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على الاستقالة، مبينة بأنه يبحث تعيين محافظ جديد لذي قار خلال اليومين المقبلين. يؤكد ناشطون بأن استقالة المحافظ أو عدمها لا يعني لهم شيئا بقدر سعيهم إلى تحقيق مطالبهم المشروعة، لا سيما ما يتعلق بإسقاط التهم الكيدية عن الناشطين. وقال حسن الوائلي وهو عضو في تنسيقية تظاهرات محافظة ذي قار لصحيفة العربي الجديد بأن تظاهراتنا لن تتوقف باستقالة المحافظ، يقول نريد الحصول على حقوقنا وعدم كيل التهم الكيدية لنا. أضاف لقد تعرضنا لضغوط من قبل أطراف سياسية أرادت إنهاء التظاهرات، لكننا لن نتوقف وسنواصل المطالبة بالحقوق عبر الطرق السلمية. طبعا محافظة ذي قار تشهد انتشارا أمنيا واسعا لا سيما في مركزها مدينة الناصرية. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي كان قد وجه بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أحداث الناصرية والتحقيق في أسبابها ومحاسبة المسؤولين عن الإصابات بصفوف المتظاهرين. أما اليوم الجمعة فقد أعلن محافظ النجف لؤي الياسري أيضا تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد موجة احتجاجات مطالبة باستقالته شهدتها المحافظة خلال الأيام الأخيرة. جاءت استقالة الياسري بعد يوم واحد على موافقة رئيس الوزراء على استقالة محافظ ذي قار التي قدمها على خلفية انتقادات تعرض لها بعد إصابة محتجين بنيران قوات الأمن. محافظ النجف خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة قال أقدم إعفائي من منصبي وسيستلم النائب الأول مكاني، وأوضح بأنه لم يتعرض إلى ضغوط بحسب قوله من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتابع زرت الصدر وشرحت له جميع الملابسات ولم يطلب مني الاستقالة، وأشار إلى أن زعيم التيار الصدري لم يطالبه بالاستقالة خلال زيارته إلى مبنى البلدية في النجف. وقال الصدر خلال زيارته إلى مقر بلدية النجف بأنه سيعمل على استبدال المحافظ لؤي الياسري، وأكد عدم وجود حاجة للتظاهر من أجل المطالبة باستقالته، وأوضح بأن هناك طرقا سياسية وقانونية للإقالة، وأضاف يكفي ضوضاء بحسب تعبيره ويكفي شغب. ولفت الصدر إلى أنه سيقوم بمتابعة ملفات الفساد في المحافظة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، موضحا بأن المشاكل ستحل وفقا للقانون. إذن ماذا بعد استقالة محافظي ذي قار والنجف؟ الكثير من التساؤلات، أليس من المفترض محاسبة هؤلاء إذا ثبت عليهم ملفات فساد؟ و لماذا هذا التوقيت بالذات لاستقالة محافظي ذي قار والنجف؟ وهل هناك أنباء عن يعني ربما يستقيل محافظ القادسية، وهناك ضغوطات في محافظة البصرة من قبل المتظاهرين لتقديم أسعد العيداني لاستقالته؟ معنا اتصال أبو علي من لندن. أبو علي، كيف تقرأ استقالة محافظي ذي قار والنجف في العراق؟ يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا هلا بك. يعني بالنسبة لاستقالة لؤي الياسري بالنجف، نعم، يعني ماكو فائدة، حط النائب مالته. زين، النائب مالته هو ما كان 5-6 سنوات يسرق وينهب بالنجف؟
هاي اضحوكة أخي. وبالنسبة لاستقالة محافظ الناصرية، ها شالوا واحد حطوا واحد بدالة تيار الصدري، ماكو فادة أخي. وبعدين هم حتى إذا استقالوا المفروض ها ينحاكمون، يتحاكمون يعني. تعال أخي أنتوا ليش الشعب طلع عليكم؟ ها ليش الشعب طلع عليكم؟ يعني ما طلع ببلاش الشعب غير يتحاكمون، هم راح يروحون يقعدون بالبرلمان. هذول أخي يطلعون من المحافظة يقعدون بالبرلمان، يطلعون من البرلمان يطبون بالوزارة، نفس الشيء. ما ينفع معاهم أخي، كلهم شلع قلع والقاها وياهم. وبعدين مقتدى الصدر ها يدور يعني من الفاسدين وبحث عن الفاسدين. لك هو أنت أكبر فاسد، طياراتك الخاصة وجكساراتك ها السيارات التيوتا اللاند كروز أكثر من 70-80 سيارة لاند كروز عندك، كل سيارة تسوى 150,000 دولار. أخي هاي ضحوكة على الشعب. زين ليش بهذا التوقيت؟ يعني ليش بهذا التوقيت قدم محافظ النجف محافظ ذي قار الاستقالة برأيك؟ والله ما أعرف، ما أعرف ليش بهذا التوقيت. الشعب صار له 3 سنوات طالع عليه هو هذا محافظ النجف. ليش بهذا التوقيت؟ يمكن هاي مسرحية مال الانتخابات ها على مود مقتدى يعني يا مثلا شو اسمه عودي. ما اعرف والله يعني هذا السؤال ما اعرف جوابه. نعم. هم كلهم لصوص مجرمين قتلة. الناشطون يعني اكدوا بان استقالة المحافظ او عدمها لا يعني لهم شيئا بقدر سعيهم الى تحقيق مطالبهم المشروعة، لا سيما ما يتعلق باسقاط التهم الكيدية عن الناشطين وكذلك التحقيق وكشف ملفات الفساد. يعني عندنا محافظ من المحافظين اللي قدموا استقالتهم قال راح أكشف ملفات فساد، ليش ما كشفها قبل الاستقالة؟ شنو دا يهدد دا يساوم إنه؟ نعم ما يكشفون أخي، ما يكشفون ملفات فساد. حتى لو استقال، جاي يقول لك حتى لو استقال راح يحطوه بغير منصب أو راح يحطوه بالبرلمان. أخي دولة كلهم من رئيس وزراء من وزراء من محافظين من مدراء كلهم عليهم واحد على الثاني فيديوهات فيديوهات تفضحني أفضحك. عصابات ميليشيات عصابات ها فصائل إرهابية جاي تحكم العراق. هذا ما يفيد ما المحافظ يستقيل ويحطون بدالة تيار الصدري وهو من حزب الدعوة ولا من مجلس الأعلى. أخي ما يفيد. إذا مو ذولا كلهم 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 لازم يستقيلون ويعتذرون من الشعب العراقي، وهذا ما يصير. إذا مو الشعب العراقي يطب للخضراء يسحولهم بالشوارع ما تهدأ الشغلة أخي، ما تصير الشغلة. يعني ما تنحل الشغلة. ما على الشعب العراقي ادخل إلى الخضراء وسحولوهم بالشارع من أكبرهم إلى أصغرهم. نعم. أنا أشكرك أبو علي من لندن كان معنا. معنا أبو شيماء من بغداد. أبو شيماء كيف ترى استقالة محافظي ذي قار والنجف؟ أبو شيماء تسمعني؟ أبو شيماء السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ يا هلا بك أستاذ. هاي كلها لعبة طبعا. هذا يريد ماكو بالنسبة للمقتدى يريد هو يسيطر على العراق، فهاي كلها من عنده. يعني هاي دولة هسه ماكو حتى مال تشرين المظاهرات اللي صارت، ثم جماعته سووها وبعدين طلعوا. هو قال انا سمعته قال 3 أيام بعد ماكو خيمه تبقى بالمال باب الشرجي. هاي المظاهرات فهو كلها دا يلعب بيها كلها، لحد يحاسبه ولحد يقول له جسوا بالعراق ودا سوا. شنو الغايه هو هذا يا اخي؟ هذا جاب الله انتقام استاذ. هذا جاب الله انتقام لحاله. هو هذا المقتدى ماكو قتل ابن السيد الخوئي، ما حد حاكاه، قتل الناس، دمر جماعته بجيش المدبده، قتل اخواننا. انا رجال في عيد حجيده، قتل العالم مهجرة ولا محد. وهسه ذولا جماعة قطيع، شلون القطيع ينفقون كلنا يعني؟ وين ما يقول لهم روحوا تعالوا جوبوا، يعني ما لا عليهم ولا فيهم. فذولا دمروا العراق أستاذ العزيز، دمر العراق. هذا لا يقدم مقتدى يدمر العراق لا يبقى. وأنا كلام خذها من أخوه والله العظيم. وهاي كلها لعبة من عنده يومية، دز الجماعة وقضوا مظاهرات، طلعوا مظاهرات ورجعوا مظاهرات، وقتلوا فلان وسووا. ما يصير يا ياضي بلد احنا، يعني ما خيرها هاي ترى بالحالة كلها ما تنشي ذاتي والله العظيم.
كلهم سببه هو اللي دمر العراق الله وكيله. زين. يعني هاي الطلائع كلها سببه. نعم. من يلوح محافظ ذي قار المستقيل أحمد الخفاجي بكشف ملفات فساد تخص مسؤولين حكوميين متنفذين في المحافظة، ليش ما كشفهن قبل الاستقالة؟ ليش ما كشفهن أصلاً؟ هو هاي. هو اسمه محافظ، غير يحافظ على المحافظة. هو استعد عزيز جاي محافظية كنا لعبة، هاي كنا توالية جابها مختلة وخلها أنت قال روح بلاد وجماعتك بلاد ما أدري شنو، هم جماعة هذا كنا توا هو جماعة مختلة لا قلنا كولا قلنا فلان نطلع وقلنا ارجع وقلنا ما أدري شنو ودد على المحافظ كذب هو قال استقيل لا يقول لك هو بأنه ما استقال وما شنو كذب هو ذا سن قال تعال استقيل وتعال سوي ويريد يجيب واحد من جماعته هاي شغلة استاذي أزول حالا بيها والله العظيم هو مقتدى دمار العراق كله من وراء ومن جماعته هاي هذول الشدة الحرامية وأنا أشكرك تعالى أبو شيماء من بغداد كان معنا طبعا شهيرة محافظة النجف خلال الأيام الماضية احتجاجات طالبت بإقالة المحافظ لؤي الياسري ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في المحافظة ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة في محافظة النجف قولها بأن نائب المحافظ هاشم القرعاوي سيتولى منصب المحافظ معنا اتصال محمد من أمريكا محمد كيف تقرأ استقالة محافظي ذي قار والنجف بعد تظاهرات شهدتهما المحافظتين محمد تسمعني محمد من أمريكا يا ريت تسمعني من الموبايل مباشرة وتخلي التلفزيون الأخير تنصي للأخير محمد محمد يبدو أن هناك مشكلة باتصال مع محمد من أمريكا سعد من السعودية تفضل سعد السلام عليكم ورحمة وعليكم الله وبركاته. السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أول شيء تحية لك يا أخوانا مقدم وتحية لهذه البلد المباركة وتحية للشعب العراقي البطل وأنا أقول إصرار وعزيمة هذا الشعب على أن يتحرر من هذه العصابة المجرمة أخل بتوازن هذه المنظومة وأنا اللي أشوفه أنه هذا هروب أصلا من الواقع لأنه حتى المجتمع الدولي رمى ثقله كله مع الشعب إن شاء الله هذا العراقي ليش؟ لأنه ما عاد في شرعية لهذه العصابة فأنا اللي أشوف أنه بداية الهروب وإصرار الشعب هذا على تحرير نفسه واستعادة وطنه هي اللي زعزعت أفكار هذول وتوجهاتهم وشكرا للشعب العراقي أنتم قدوة للشعوب اليوم وتحية لكم يا الرافدين وتحية لكل فرد عراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أبو مريم من الرمادي تفضل أبو مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا بك أنت تعرف أنه حياك الله يسلم يعني هناك استقالات هناك استقالات كثيرة حدثت في العراق والبارحة أول البارحة استقال محافظ ذي قار ومحافظ النجف غير من المفترض أنه يتم محاسبة كل مقصر إن كان في مركز أو استقال إذا عليه ملفات فساد طبعا حبيبي مرحبا عليك أخي هي كل بيد الدولة نعم كله بيد الدولة وأنا طبعا أنا ما أريد أكون وياك مجامل الأخ عمر طبعا أنا أشكر محافظ النجف محافظ كربلاء على استقالتكم ذي قار هذا قار أنا لا تزعل من عندي أنا خلي أكون وياك صريح فضل رأيك هذا أعتبرهم ناس شرفاء وطنيين ليش لأنه ما يريدون يأذون الشعب ولا يريدون يأذون أي مواطن من أجل منصب هذا هو منصب صحيح على رأسي ولكن من ذب استقالة يقول لك أنا ما أريد أذي شعبي بس أبو مريم أبو مريم لمعلوماتك إنه تقديم الاستقالة جاءت بالضغط من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أخي هو كله بيديهم أخويا مقتدى الصدر على عينه ورأسي ولكن أخويا الدولة تسيطر على الشارع على الاغتيالات وسحب السلاح من يد المواطن اسحب السلاح من يا أخي سلاح من فلت بالشارع
عمي اي قانون ماكو، اي قانون. قبل شويه نطلع على اخبار يا اخي، قتال قتال في جنوب العراق عشائري راح عندي سته مدري سبعه، ماكو ماكو عمي، ما قانون ماكو، دوله ماكو عمي. فلات فلات سلاح بالشارع، يمنعون بيع السلاح بالاسواق، يمنعون حمل السلاح ما عدا المنتسبين والجيش العراقي. يا اخي اخويا سلاح منفرد بالاسواق وبيع السلاح بالاسواق، اخويا وين ما تجي تلقى السلاح بالشارع. طبعا حكومه ماكو قانون ماكو، ما حد يحاسبهم. نعم. يعني شو اقول لك اخويا عمر، قانون ماكو، قانون ماكو، انا اكو قانون قوي اسحب السلاح من ايد من ايد المواطن اخي. نعم، ابو مريم من الرمادي كان معنا. محمد من امريكا، تفضل محمد. محمد، ماذا بعد استقالة محافظي ذي قار والنجف؟ كيف تقرأ هذه الاستقالتين؟ السلام عليكم أخي. هاي اللعبة مقتدى، اللعبة والميليشيات من مقتدى، هذا مجتمع ويا جماعة إيران خاملة إيما خاملة مجتمع ويا بارحة ما دول بارحة. هاي لعبة إيرانية صدرة. شنو الهدف منها؟ أكبر بجرين مقتدى صدر بس هذا. نعم، على كيفك. شنو الهدف منها؟ واحد من جماعته بهذا التوقيت، شنو الهدف منها اذا انت تعتبرها لعبه؟ هي لعبه من المقتدى، لعبه من المقتدى، يقول هذا اللي ما سقط الحكومه اذا ما خلي يروح بيها. هي هاي لعبه ايرانيه حشاق وقخه. هو مقتدى ولاء لايران ليس للعراق، ايراني ابن ايراني ولاء لايران ليس للعراق، لعبه ايرانيه وقخه. نلتقي بهذا ابو حارس الثوري الايراني، نلتقي به هو هذا الموالي مقتدى الصدر. لا المجرم بس... هذا اكبر مجرم مقتدى الصدر، حتى يخلي واحد من القامه مالتهم قامه الارهاب مال الصدر. هو اكبر مجرم هذا مقتدى الصدر، اجى من العراق من 2003 لحد الان، هم الاختيارات كلها من عندهم، المخدرات كلها من عندهم، هجمون البلد هجم. ياكم منطقة سنية انتبهوا، هم جماعة مقتدى، أنا نجف ما نجف كلها كلهم ربعة، هم تابعين إيران. تحياتي للقناة الرافدين، تحياتي للشعب العراقي، هذي يقولون عليها مقتدى يطلعون من نحن. هم محمد من أمريكا كان معنا. طبعا كما أشرنا بأنه محافظ ذي قار المستقيل أحمد الخفاجي قد لوح بأنه سيكشف عن ملفات فساد تخص مسؤولين حكوميين متنفذين كما اسماهم في المحافظة. معنا اتصال ابو عبد الله من الكوت، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. شلونك حبيبي الغالي؟ اهلا وسهلا بك حبيب غالي. هسه ناس جاهزة، ناس جاي سوري وتحكي الحكومة والحكومة، الحكومة كانت نصوص سراق وخارج البلد، كان محاربها صدام حسين. هسه اجا وسلموا الحكومة، آمنا بالله زين. بعد القضاء شنو دوره؟ شنو صار؟ ليش ما حد يجيبه بطار القضاء؟ والله ما فسد المجتمع وما فسد العراق غير هالقضاء لك شر. القضاء شنو دوره؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هو سألنا أبو عبد الله. أبو عبد الله بعدك ويانا لو رحت. أي وياك. إحنا سألنا قلنا القضاء ذولا استقالوا، هم أو غيرهم، لماذا لا يتم محاسبتهم رحمة إذا عليهم رحمة ملفات رحمة فساد؟ إني شيء من حاسبهم غير القضاء يحاسبهم؟ نعم، ليش ما يقدر يحاسبهم؟ أنت برأيك لو شنو؟ ما يحاسبهم يا قلبي، ليش يحاسبهم في دول عيونك؟ ما يحاسبهم دول ناس يعني نصوص سراق وشانوا خارج البلد محاربهم صدام حسين رادي يقضى عليهم، ما قضوا عليه وقضى عليهم وشردوا خارج البلد. اجوا صاروا اللي بالقضاة واللي بالحكومة واللي وزعوا جماعتهم اللي محافظ واللي وزير واللي مو هالشكل هذا. زين هذا القضاء شو راي حازمه اذا هو من مكونه؟ نعم يرحم عليك. هي هاي القضية عمي، القضية يم القضاة. القضاة إذا القاضي فاسد أنا شو أسوي له؟ شو يسوي الفقير؟
الله والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. تحدث صحيفة The National Interest وقالت بأن خروج الشباب العراقي في تشرين الأول من عام 2019 إلى الشوارع رفضا للفساد وغياب الآفاق نحو مستقبل أفضل كان بمثابة فرصة ذهبية لانتشال العراق من أزماته، لكن العملية السياسية التي شجعت على المحسوبية والمحاصصة قتلت كل أمل في الإصلاح. أضافت الصحيفة بأن مصطفى الكاظمي الذي عين بعد الثورة رئيسا للوزراء قالت بأنه كان ضعيفا للغاية وأضاع كل الفرص المتاحة للتغيير، مشيرة إلى أن الكاظمي أراد البقاء في منصبه أكثر من تلبية مطالب العراقيين، وبدلا من القضاء على الفساد قام بمكافأة المسؤولين الحكوميين ولم يوفر فرص عمل للشباب العاطل بقدر تجهيز شرطة مكافحة الشغب لمواجهة ثورتهم. تحدثت أيضا الصحيفة صحيفة The National Interest بأن الكاظمي تعهد للإدارة الأمريكية بمواجهة الميليشيات المدعومة من إيران، لكن من وراء الكواليس كان متساهلا معهم كأسلافه. معنا اتصال أبو مريم من كربلاء، تفضل أبو مريم. أبو مروة من كربلاء. أبو مروة أهلا وسهلا أبو مروة، يا أهلا بك أخي. تحية لك وقناتكم الكريمة وللكادر. أهلا وسهلا بك. أنا عندي مثل العراق ما أفسده الدهر، أي فدهر دهر 20 سنة من الفساد والخراب، فما ممكن أبدا أن يصلحون هذا النظام باستقالة محافظ أو استقالة وزير أو استقالة حتى رئيس الوزراء. أتما استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، شنو اللي بعده؟ يعني شنو اللي صار أخي؟ نظام بنى على الخطأ، نظام بنى على الفساد، فما ممكن المطاولة بهذا النظام أبدا. والشعب العراقي لا يتصور انه يوم من الايام يصلح هذا النظام من خلال استقاله محافظ او وزير ابدا، الا الثوره الشعبيه. نعم ثوره الشعب، نعم الشعب اذا اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، فقط
غير هاي الحالة ماكو، وإلا ما أقدر أقول لك يصير انقلاب عسكري. هذا الانقلابات ماكو بعد انتهت إلا الشعب فقط. شكرا جزيلا لك. شكرا أبو مروة من كربلاء كان معنا. عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، كيف تقرأ استقالة محافظي النجف وذي قار؟ يعني مثل ما أشار أبو مروة، قال لك نظام بني على الفساد وعلى باطل فترة 20 سنة، قال ما يمكن إصلاحها باستقالة حتى رئيس الوزراء. بالفعل يعني عادل عبد المهدي استقال، لم يتم محاسبته من قبل القضاء. فهذه الاستقالات يعني مثل ما قال أبو مروة لا تسمن ولا تغني من جوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور. بالبداية نبارك لإخوتنا وأحبتنا بالوطن بعيد ميلادهم المجيد، ونتمنى لهم ولكل العراقيين الأمن والأمان إن شاء الله يا رب. دكتور، بالنسبة للاستقالات، استقالة محافظ النجف أنا أشوفها هي ترطيب أجواء وذابة الجليد بين المالكي ومقتدى. تعرف أنت هو هذا محافظ النجف محسوب على حزب الدعوة، فهذا هو يعني بداية الدخول لإذابة المناورات بيناتهم وإذابة الجليد حتى يرجعون للمحاصصة ويرجعون لمثل ما كانوا بحكومة توافقية وحكومة محاصصية. بالنسبة للمحافظ النجف، انت تعرف كل زين ابنه كان محكوم بتهريب المخدرات. اذا ابن مسؤول محافظ مثل محافظة النجف ومتهم بالتهريب المخدرات اللي هي دمرت شبابنا، فكيف يتم الاستقالة مالته برود أعصاب؟ واليوم احنا شفنا يعني التصريحات مقتدى الصدر بعد بس كون يسفون شو اسمه محافظ النجف على كيفكم وياه ويطالب الحكومة بتوفير الحماية. يا أخي شنو هاللعب هذا؟ يعني انتم يعني تصورون انتم تضحكون على الناس؟ مو كافي هذه الاستقالات. والشيء الآخر يا دكتور، بالنسبة لرئيس الوزراء ما له دخل. انت استقاليات اكو نائب مثلك، هاي مؤسسات الدوله هي هيك. اما رئيس الوزراء فاشوف يعني اضافه نوع من البروباغندا لرئيس الوزراء للحكومه، والا هو ما له دخل. هو استقال. بارك الله بيك وشكرا على السرقه والبوق اللي قضيته خلال فتره الحكومه مالته بدون ما يحاسب القضاء. مالته هو اللي ينوب عنه بدون ما يحاسب القضاء اذا عليه ملفات فساد. عبد الرزاق، نعم، يعني بدون ما يحاسب القضاء اذا عليه ملفات فساد. هو المفروض يا دكتور اذا اكو حكومه وقانون هذا يتعلق عتين على السرقات على الدمار، والا تعال هسه هو المشكلة ما تشينه السرقات بلدية النجف. ليش هي بس بلدية النجف؟ ليش هم وين كانوا هاي السنين كلها؟ وين كانوا؟ ليش هسه انتبهوا لبلدية النجف؟ وهي المحافظة مبيوقة من الأصل، دمروا المحافظة، دمروا البلد بأكمله. شنو بلدية النجف؟ شنو قام مقام النجف؟ هذه قلت لك هاي لعبة من ألاعبهم السياسية، هي أغراض سياسية لا أكثر ولا أقل. هاي بالنسبة للمحافظ. الشيء الآخر اللي أريد أذكره لك دكتور، أنت اليوم انتبهت للتقارير، شوف العملاء والخونة جاي يسوون بالبلد وهم اللي جاي يحكمون البلد. يعني التصريح العامري يقول إذا ما خرجت القوات الأمريكية من العراق فأمن العراق، انتبه يا دكتور، أمن العراق معرض للخطر. هذا احنا لو عندنا فعلا اكو يعني حكومه قويه وعندنا قانون لا وحق اللي خلق محمد، هذا ما يبقى بالعراق. هذا انت شنو انت دخلك؟ اولا انت ما لك اي سلطه، انت مجرد انسان عميل وخائن. انت تهدد السلم المجتمعي يعني بامور يعني العراق ما لها لا علاقه ولا جمل. هذا يعني الكلام مالته معطوف على كلام وزير خارجية إيران
وزير خارجية إيران، شوف يا دكتور ترى هي لعبة كبيرة مع كل الأسف، والعراقيين ما أعرف ما متبهين ما عندهم يعني النهضة الغيرة ما أعرف. وزير خارجية إيران تم تابعت الكلام مالته حتما، يقول إذا توترت العلاقات بين أمريكا وإيران راح ينعكس سلبا على العراق. يا أخي العراق ليش خلي العراق ساحة؟ يا أخي إذا ترجع للقوات الأمريكية فمو بس العراق هو بقوات أمريكية، يا أخي هذه قطر، يا أخي هذه الكويت، يا أخي هذه الخليج، يا أخي هاي تركيا، هاي باكستان اللي بصفك، إيش معنى ليش العراق؟ يا أخي أدري ما يعني هسه ما عندنا رجال اللي يعني تأخذهم الغير على بلدهم، وين والله العظيم عن مرات يعني صراحة أصلاً هي نفسي أقول حرامات على الكلية العسكرية اللي خرجت قادة وحاربوا إيران ثمان سنوات بس ما حاربوها دفاعاً وحباً بالوطن، لا خوفاً من القيادة العسكرية اللي كانت تقود البلد، يعني لأنه لو عندهم فعلاً حب للوطن والله العلي العظيم ما يناموا الليل. زين طبعاً هذا لا يشمل الجميع أبو أخي عبد الرزاق. تفضل دكتور. اقول لك لا يشمل الجميع هذا اللي تقصد به انه كل حتما حتما إيه؟ لكنه اكو يعني قله قليله نتفاخر بهم موجودين لحد الان، هم موجودين زين، ما تاخذهم على الغير على بلدهم، يشوفون العراق يتلاعب به شخصيات اصلا يعني تكفر يعني من من, من شوفها يعني هي تحكم العراق. هذا العراق يحكمه فلان وفلتان اللي ما تعرف اصلا فصله شنو، اللي كان يقاتل العراقيين يجي اليوم اليوم ويريد يحول السلم المجتمعي الى حرب على موت شنو والله الجاره يعني ما يصير هذا ما يصير، لازم اكو روابط اكو مهما تكون الامور قد ما تكون العماله بس مو توصل لوساخة مالت لهالدرجه هذه يهدد المجتمع العراقي، وان شاء الله تنسب امريكا وتنسب ايران. نعم أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل كان معنا من بابل. كامل من بغداد تفضل كامل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا مهني من الجيش السابق، نائب ضابط مهني من الجيش السابق. يا أهلا بك تفضل. شغلتي عسكري يعني ما لي شغلة بالسياسة. نعم نعم كامل. يعني شغلت عسكري ما شغله بالسياسه، بس اريد احكي على شغلات الجيش القديمه. تفضل. انا من لبست بالجيش وقعت بالعشر اصابع بانه اخدم الجيش. اخدم الدوله يعني ما اخالفها. نعم. وصرت نائب ضابط، عرفت السلبيات الجيش كله، يعني ما في سلبيات ذاك الجيش نهائيا. جندي الفتشه على نظافته، على لبسه، لما ينزل للمجاد شلون شعره ناصي، نطلع للعربات ندربه، يعلي ابو تمويل النقل، يعلم ابو سايق شلون على المنظومات الاربع، منظومات التأكيد، منظومات الوقود، منظومات التزييت، منظومه كهربائيه، نائب ضابط المشار يلم الجندي على التعبوي الاجمالي المشات الكردوس الاستعراض، لازم البندقية يشرح لي شنو البندقية. نعم. اللي هذا الجيش أريد أعلمه، ليش علمني؟ هو علمني ما أنا علمته. علمني شلون ألقط خطوف، وخلوني ألقط خطوف، أنا نائب ضابط مهني، وخلوني حتى أخذ المرافقات شدوا وياي، وخلوني حتى يعني أنت حاليا حتى موجود بالخدمة؟ لا بطلت من 2010 بطلت، ما 2014 بطلت. ها. يعني الجندي هسه قبل نعرف عنه كل شيء، نعرف عنه اذا يكبسل اذا يشرب عرق اذا يطلع هذه الوحده نعرفه. يعني حتى نضبط الجيش هنا يجيك بالعربيه قوي، يجيك اسمه قوي، يجيك بالعنصريه قوي، يعني يتعنصر بالمحافظه مالته اذا يعني يجمعون ياكلون سوى. يعني ما بي هذا الجيش يعني اسلوب عسكري. نعم. وهاي توصلها للأعلى من هندي اللي يحب وطني خلي يشوف الجيش هذا. زين شنو الأسباب هذا التغير؟ ثاني شيء أسباب هذا التغير في أسباب التغير ما أعرفه. ما أعرف. يعني قبل إحنا نواظب ضباط سيطرة على الجندي، نعرف عنه عدة بالداخل، إيش عدة مشاكل نعرفها. نعم. ما أعرف. نشوف السادة القادة الكبار يشوفوني يا يعني نائب ضابط. هذا رقم يمك، إذا أرادوه خلي يشوفوا خلي يأخذونك،
يردون أسس لهم جيش جديد، بس يفتحوا لنا مركز تدريب وخلي يشوفونا يجربونه. كامل من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. طبعا في محافظة البصرة خرجت تظاهرات حاشدة أمام مجلس المحافظة للمطالبة بالإفراج عن الناشط عمار الحلفي الذي اعتقل بتهمة كيدية بعد كشفه ملفات فساد حكومية. أكد المتظاهرون بأن رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة متواطئ مع الميليشيات بعمليات قتل واستهداف الناشطين، وطالبوا بالكشف عن مصير جميع الناشطين المختطفين والمعتقلين. كما هدد المتظاهرون بالتصعيد السلمي في حال عدم استجابة السلطات الحكومية لمطالبهم المشروعة. عندنا في الدقائق الأخيرة للبرنامج، عندنا 4 دقائق تقريبا، أكو إحصائية لوزارة الداخلية. كشفت وزارة الداخلية في العراق عن بيانات وأرقام متعلقة بالجرائم التي سجلتها البلاد خلال عام واحد وهو عام 2021. أكد التحقيق تقدم كبير في نسب الكشف عن منفذي تلك الجرائم. تحدث طبعا المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة وقال بأن أجهزة الشرطة حققت تقدما في استخدام التقنيات وخبراء الأدلة الجنائية في كشف الجرائم، ودليل ذلك بأن أغلب القضايا التي تحال إلى المحاكم تصدر فيها الأحكام بعد أن يقتنع القاضي التحقيق بالأدلة المادية المعروضة. وهنا التساؤل يطرح، من اللي ضرب بيت الكاظمي؟ هل استطعتم إلقاء القبض عليه؟ هل استطعتم الوصول إليه؟ لماذا لم يتم الكشف عن منفذي الهجوم بطائرات مسيرة على بيت الكاظمي قبل أيام؟ طبعا أضاف بأن 1077 جريمة قتل حدثت في العراق منذ بداية العام 2021 ولغاية الآن، وقال بأن أغلب الجنات هم من مدمني المخدرات. مثل ما أشرنا 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61%. ويضيف البيان بأنها نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بالسابق. و1646 قضية قضايا الشروع بالقتل بلغت 1646 قضية، والمكتشف منها 907، أي بنسبة 55%. كما شهد العراق بحسب بيان وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن 11216 جريمة احتيال، جرى اكتشاف 7961 جريمة، أي بنسبة 71%. معنا اتصال أبو محمد من ميسان، تفضل أبو محمد. الله يسلمك، أهلا وسهلا بك، تفضل. الله يحفظك. الله يسلمك. خصوص ال نعم. ألو، أسمعك أبو محمد. أحمد الله والد. والدي. خصوص التعويضات مال الفلاحين محافظة ميسان. إي، شبيها؟ هسه حاليا احنا ما عندنا احتراض، عوضوا كردستان على مود الفيحانات. فاحنا من 2016 ولحد الان ماكو، ما عوضونا. فاحنا ما عندنا اشكال على محافظه الشماليه. اي، فليش ينفذون للشمال واحنا ما ينفذون؟ هذا مطلبنا. انتم مقدمين المعامله مال التعويض، تو شنو زراعتكم بالتحديد ابو محمد؟ طيرنا الفيضان ذاك الوقت وانتم شفتوها. اي، ومعاملات روح ولحد الان وكل شيء. من 2016، من 2018 تقريبا. نعم نعم. اي، ولحد الان ماكو. زين، شنو نقول؟ شنو هذه الزواج؟ شنو رد وزاره الزراعه من تراجعوها؟ راجعناها وقبل الانتخابات هاي، وقال راح ينكم ونصرفون على الموازنة، والموازنة هاي راح تنتهي. اي نعم. وكل شيء ماكو لحد الان. واحنا ضررنا بها ناس، ضررت كلش. ايش قد تقريبا التعويض ابو محمد؟ قاعدين يبدون كردستان راس نصرفوا لهم. احنا ماكو
ما نعرف القضية شنو. زين أبو محمد، طلعت لجان سوت كشف على على على. طلعت لجان ايه؟ وأمر حكومة ومصادقة بالموازنة. نعم. ولحد الآن كل شو ما صار على الموازنة وراء هي وعلى هيك نواتها. هاي السامع. زين من 2018 على الأقل 2019 ولا استلمت ايه ولا قسم. من ولا استلمنا ولا ربع. اي والله. آخر كلام من وزارة الزراعة شو تقول؟ ما هاي شو راجعهم قالوا هاي قبل الانتخابات قالوا انتهينا ومخصصات ما أدري شنو صادقت علي المالية من هالبرنامج هذا وكل شو ما نعرف ليش الناس. نعم. فاحنا من خلال قناتكم. نعم. نقول شنو مثل ان شاء الله يوصل صوتك ابو محمد. الله ان شاء الله تجيكم التعويضات. انا اشكرك ابو محمد النسان كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين والتي تحدثنا فيها عن استقاله محافظي النجف وذيقار. شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.